بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة معنا حلقة خاصة نتحدث فيها عن آخر تطورات النادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية. وفي البداية طبعا برحب بضيفي الكريم الدكتور وليد الفيل خبير الاستثمار الرياضي وأيضا عضو جامعة مبيع النادي الأهلي. مساء الخير يا دكتور، منورنا. مساء النور يا محمد، ازيك انت؟ ربنا يخليك. أهلا بكم السادة المشاهدين. قبل ما نخش في حوارنا برضو اتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي. اقيم النهارده تمرين في مختار التتش وظهر فيه النجم المغربي وليد ازارو اللي كان مع منتخب المغرب في تصفياته للمونديال 2018 بروسيا، عاد وظهر في التمرين. ايضا تواجد النجم الجنوب افريقي باكا مالامبي النجم الوافد الجديد اللي كنا زعنا لحضراتكم التقرير وصوله للنادي الاهلي ووجوده في ملعب التتش لاول مره، والنهارده شارك في التمرين لاول يوم. ودي مع حضراتكم ظهور باكا من النجوم الواعدين، لعيب عنده 19 سنه، لعيب عنده قدرات وامكانيات هجوميه عاليه جدا وسرعات عاليه جدا، لعيب منتخبات النادي الاهلي في الفتره الماضيه وفي هذه الفتره بينتقي نوعيه المنتخبات، بيجيب لعيب عنده ليفل المنتخبات ده اعلى ليفل في الكره الافريقيه. شايفين طبعا هو وجنب النجم النيجيري جونيور اجاييه واحد من افضل ان لم يكن افضل المحترفين في الدوري المصري الموسم الماضي، واستمرار لمسلسل ملك ايفونا ووليد ازارو واللاعب باكا مالامبي مع جونيور اجاييه، توليفه جميله جدا عملها لنا النادي الاهلي واضافه كبيره جدا للفريق، وان شاء الله يكون داعم ومحرك رئيسي للنادي الاهلي للسياده مرة أخرى على الدوري الممتاز وأيضا بطولة كأس مصر. وليد أزارو أعلن جزائيته للمشاركة مع الأهلي في مباراة طلائع الجيش، وإن شاء الله يعود. طبعا مؤمن زكريا إن شاء الله مش هيبقى موجود مع النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش للإصابة، نتمنى له سرعة الشفاء. أيضا صالح جمعة هيبقى عنده تمرينات استشفائية إن شاء الله، يعني الاثنين يجهزوا في أقرب وقت ممكن. أيضا دوري الممتاز انطلق اليوم، تعادل ما بين الداخلية وفريق بتروجيت في مباراة صراحة أقل من المتوسطة، وكان التعليل أن دي بداية الدوري. نتمنى أن الموضوع ما يبقاش كل ماتش بقى نقول دي بداية الدوري ولسه الفرقة ما جهزتش والكلام ده كله. الهدف الأول كان أحرزه فريق الداخلية من ضربة جزاء أحمد سمير فرج في الدقيقة 53، ثم في الدقيقة 59 تعادل فريق بتروجيت عن طريق اللاعب جهاد جنيدي لاعب الداخلية لما أحرز هدف في مرماه. والآن مباراة المقاولون العرب والرجاء، والمقاولون يتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وون سايد جيم المباراة في طريق واحد في الجبل الأخضر مع ذئاب الجبل فريق المقاولين. دكتور وليد أعود لحضرتك ونخش في كلامنا وحوارنا. في صراحة البعض يزعم أن النادي الأهلي دخل في أزمة لم يكن من الأفضل الدخول بها، البعض بيقول النادي الأهلي له حقه التام في موقفه وأن موقفه قانوني 100%، وده اللي أوضحه كل القانونيين في النادي الأهلي، المستشار على رأسهم المستشار رجاء عطية، وقال أن النادي الأهلي موقفه في جمعيته العمومية سليم 100%. وجهة نظر حضرتك وشايف الموقف ماشي إزاي حتى الآن، خاصة أن في تردد من ناحية وفي الناحية الأخرى النادي الأهلي بيرد وبيحط بيانات، وحتى في بيان من أحد أعضاء جمعية عمومية ذهب إلى النائب العام في الأمس. رأي حضرتك إيه؟ هو يعني إحنا عملنا أزمة بدون أزمة، يعني ما كانش الموضوع من البداية خالص يستحق أزمة، لأن في الآخر أنت بتتكلم في منظومة المفروض أن أطرافها مصلحتهم مشتركة. اللجنة الأولمبية مصلحتها هي مصلحة النادي الأهلي، هي مصلحة وزارة الشباب والرياضة، كلنا في الآخر بنسعى إلى الارتقاء بالرياضة المصرية. صحيح. اللي حصل حضرتك من البدايه ان هناك من يحاول جر النادي الاهلي الى مشكله. كويس. اذا النادي الاهلي في البدايه لم يفتعل المشكله. هو حضرتك النادي الاهلي مارس حقه الطبيعي، انا والله زهقت من كتر ما بقول الكلام ده. كويس، انما النادي الاهلي مارس حقه الطبيعي في انه يضع لائحته. النادي الاهلي ما عندوش اي خطا قانوني، انا مش قانوني بس يعني اساتذتنا القانونيين كلهم قالوا هذا الكلام، وعلى فكره حتى الموضوع مش محتاج حد قانوني عشان يفتي فيه. حضرتك لو مسكت القانون، القانون نفسه الصادر بثلاث شروط، ان اللي ماسك القانون ده يكون بيعرف عربي، وانه يكون مش كفيف ومش مغرض عشان يفهم كل ما انا بقول لحضرتك. انا عايز ثلاث شروط بس، حد بيفهم عربي، احنا قدامنا القانون اهو، قدامنا اللائحه، قدامنا كل حاجه، هنتكلم في حته حته. يعني لو حد فعلا متوفر فيه الثلاث شروط دول هيتاكد تماما ان النادي الاهلي على حق، مفيش اي نوع من انواع الخطا، لان حضرتك
اللائحه اللي النادي الاهلي وضعها بتتفق مع احكام القانون المصري، بتتفق مع الميثاق الاولمبي. هي المشكله بتاعتنا كلها راحت فين؟ كل الناس سابت فحوى الموضوع وبتتكلم في موضوع اليومين والمقرين، ونناقشه بقى كده مع بعض جزئيه جزئيه. طب فندم معلش، بدايه صدق. نتكلم في لائحه النادي الاهلي، لان كويس. هناك من يزعم ان لائحه النادي الاهلي كان فيها اقصاء، لائحه النادي الاهلي غير مكتمله، لائحه النادي الاهلي فيها العديد من الاخطاء. في بعض برضو من الساده طلعوا قالك لائحه النادي الاهلي لا تمثلني، ف ايه مشاكل لائحه النادي الاهلي؟ لا، مشاكل لائحه النادي الاهلي الحقيقه لا، لما تقاس باللائحه الاسترشاديه هي افضل كثيرا. ما بقولش انها وصلت لحد الكمال، ما فيش عمل بشري حاصل لحد الكمال، لكن حضرتك بتدي نفسك الفرصه مستقبلا، انت واضع بنود فيها قدر من المرونه يسمح ليك مستقبلا بتعديل اي حاجه. انما الاول في البدايه انا اخد حقي كنادي اهلي، تبقى اللائحه بتاعتي هي اللي مقرره، عشان في قيود في اللائحه الاسترشاديه هنتكلم عليها فيها مشكله كبيره. حضرتك هل خطوات مجلس اداره النادي الاهلي في توضيح لائحته الخاصه وعقد ندوات واطلاع الجمعيه العموميه، هل حضرتك رايته ده شيء ايجابي، شيء ديمقراطي؟ يا استاذ محمد، النادي الاهلي بقول لحضرتك قدم مثال حقيقي للشفافيه وللممارسه الديمقراطيه. انت عملت لائحه نشرتها، عندما حدث فيها خطا مطبعي جريت واستدركت هذا الخطا المطبعي، اعد اللائحه مجموعه من افضل القانونيين في الشرق الاوسط مش في مصر. نعم. خبراء الرياضه اللي شاركوا في وضع اللائحه عشان توافقها مع الميثاق الاولمبي ناس مشهود ليهم بالكفاءه. عملت ندوات ووضحت للاعضاء، اديت الجميع فرصه ان هو يشارك ويبدي رايه ويعترض ويصل، جبت اشراف قضائي حضرتك. ومناسبه الاشراف القضائي عشان عيب، في ناس بتشكك كويس في موضوع الاشراف القضائي وبتشكك في الاجراءات اللي تمت ومش عارف الصناديق باتت فين وما باتتش فين. عشان انا راجل انا بقول شهاده لوجه الله، لاني شفت هذا المشهد اللي هقوله لحضرتك قدام عيني. الصناديق جت من مدينه نصر في اتوبيس راكب معاها مستشارين اللي هم كانوا شمعوا الصناديق اصلا في مدينه نصر، شمعوا الصناديق والكشوفات وكل حاجه وركبوا معاها الاتوبيس اللي جاب الصناديق. دخلت مقر نادي الجزيره، اتحطت في غرفه، المستشار دخل بنفسه شمع الشبابيك وشمع باب الغرفه ومشي. طيب اليس هناك تدارك يا دكتور وليد ان من يريد ومن يزعم ان دي دوله القانون والقانون هو اللي لازم يمشي؟ طبعا. انه يشكك في اشراف القانون بالقضاء، يعني اشراف القضائي على جمعيات عموميه النادي الاهلي، انا هقول مش ده في تضارب؟ طب يقولوا لنا نادي واحد في مصر كويس عمل الاشراف القضائي، جميع الانديه اللي عملت الجمعيات العموميه مع كامل الاحترام ليها كويس، يقولوا لنا مين النادي اللي جاب كم من المستشارين يشرف على الصناديق او على اجراءات الاجتماع الخاص اللي تم زي النادي الاهلي ما عمل. هات نادي واحد في مصر عمل هذا الكلام. وهل في نادي اصلا عمل لائحته وطرحها لاعضاء جمعياته العموميه عشان يناقشهم فيها؟ لا لم يحدث على مستوى الجمهوريه. لا لم يحدث، ما بقوله حاجه لم يحدث. وتعالى بقى نناقش، يعني قصه انا عايز اناقش مع حضرتك، يعني ناقشني في اعتراض. انا جاهز ان ارد على اي اعتراض على من يعترض على اللائحه سواء على مضمونها، انا لم اشارك في اعدادها وليس لي صفه وما بتكلمش بلسان النادي الاهلي، انا بتكلم كراجل عضو جمعيه عموميه يتوافر ومحب ومشجع للنادي الاهلي. لا لا، ويتوافر لدي قدر من الخبره بحكم دراستي في الاطلاع على اللوائح وعلى الميثاق الاولمبي وكلام زي كده. انا بتكلم في هذا الاطار. خلي حد يتناقش بس يبقى نقاش موضوعي، يعني مش عايز اتكلم عليك اقول لك بس الاهلي مش قانوني. طب ليه مش قانوني؟ بس لا يومين غلط، طب بناء على يومين غلط؟ لا بس هو الاهلي غلط عشان مش عارف. خلينا ناخدها واحده واحده. اتفضل. هل الاهلي بيخوض معركه ضد الدوله؟ طيب انا مش هرد على هذا السؤال، اللي يرد عليه السيد وزير الدوله لشؤون الرياضه، هو رد صراحه على هذا السؤال وقال ان احنا مش طرف، لسنا في طرف او لسنا في خصومه مع النادي الاهلي. وده كان تصرف الحقيقه في منتهى الذكاء من المهندس خالد عبد العزيز انه اعلن في هذا التوقيت الحرج، لان الناس بدات تقول يعني هو الراجل كان بيدافع عن اللائحه بصفته انه شارك في اعدادها كما قال يعني في لقاءاته، انما في الاخر اللائحه دي ما هياش مسؤوليه وزاره الرياضه. جميل، الدوله اعلنت انها ليست طرف في الخصومه، يعني الدوله بتقول احنا مالناش دعوه بالمشكله، دي مشكله بين النادي الاهلي وبين اللجنه الاولمبيه. السؤال بقى اللي عايز اساله عشان الناس تقول الاهلي ضد الدوله، هل اللجنه الاولمبيه تمثل دوله؟ هو ايه تعريف اللجنه الاولمبيه حضرتك؟ لو اي حد تعب نفسه دخل على جوجل وكتب اللجنه الاولمبيه هيفهم ان اللجنه الاولمبيه في اي دوله، اللجنه الاولمبيه الوطنيه، هي هيئه رياضيه غير ربحيه بتتبع حاجه اسمها اللجنه الاولمبيه الاي او سي بره. نعم. بس اللي هي اللجنه الاولمبيه الدوليه. الدوليه الام. انما لا هي لجنه حكوميه. ده لازم تكون مش حكوميه ولا بد ان تكون مستقله عن الحكومه. فاذا كان الوزير بيؤكد ان الاهلي مش في نزاع مع الدوله
واذا كانت اللجنه الاولمبيه هي هيئه رياضيه مستقله ملهاش علاقه خالص بالحكومه ولا بالدوله، طب ايه علاقه الدوله بالموضوع؟ يعني اللي بيجر الاهلي لنزاع مع الدوله مين؟ ما احنا نفهمه، ما هو اذا كان الوزير نفسه المختص بيقول ان الاهلي ليست، احنا لسنا طرف في ازمه اللائحه، ده موضوع الاهلي واللجنه الاولمبيه حلوه مع بعض. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، موقف الوزير نفسه من هذا الشان او من هذه الازمه، اللجنه الاولمبيه اصطدمت مع النادي الاهلي او مع قرار النادي الاهلي باقامه جمعيته العموميه على يومين، وفي ابتدى يبقى في كلام عن موضوع اجتماعا خاصا، والبعض فسره باجتماعا خاصا بانه اصل اجتماعا خاصا ده معناه ان هو ما يبقاش يوم واحد. يعني الجانب اللجنه الاولمبيه المصريه فسرته على هذا التفسير. كويس. النادي الاهلي وقانونيين النادي الاهلي والسيادة المستشار رجاء عطيه وكل من له باع في القانون، وصراحه حتى اي محامي عادي شايف ان اجتماعا خاصا ده بيشيل كل حاجه ممكن يبقى ليها قيود على هذا الاجتماع. فكيف ترى هذا الامر؟ حضرتك برضه هو مش انا ارى، هو الموضوع مش خاضع لوجهات نظر، احنا بنتكلم في تفسير نص قانوني. نص قانوني واضح ولا يحتمل اللبس ولا الغموض. لكن رغم كده هناك تفسيرين. النادي الاهلي بيفسر هذا النص بطريقه واللجنه الاولمبيه بتفسره بطريقه اخرى. جميل. ايه الحل؟ الحل ان نلجأ احنا الاثنين لجهات تحكم بينا، ده الوضع الطبيعي. فاذا النص واضح قدام حضرتك، يعني النص هذا القانون قدامي اهو، اعطى اللجنه الاسترشاديه اختصاصين فقط. الاختصاص الاول ان تضع لائحه استرشاديه ووضعتها الحمد لله. الاختصاص الثاني ان تحدد النصاب اللازم لانعقاد هذا الاجتماع الخاص. رغم باكرر لحضرتك وانا قلت هذا الكلام في حلقه قبل كده كان معاك، انه ليس من سلطه اللجنه الاولمبيه تحديد نصاب لاجتماع جمعيه عموميه. هذا الاختصاص او هذه السلطه هي سلطه الجمعيه العموميه منفرده. هتيجي الناس تقول لك طيب ما هو كان مين هيحدد الجمعيه العموميه الجديده دي، الاجتماع الخاص ده مين يحدد النصاب بتاعه؟ ما هو اذا ما كانش لجنه اولمبيه، يعني انا اقول لك ان انت النادي الاهلي تقول لي طبعا هجيب 1000 واحد واقر لائحتي. هرد على حضرتك اقول لك ان اللجنه الاولمبيه ارتكبت خطا يناقض القانون. القانون نفسه كويس في الماده السابعه منه قال حتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. يعني كان المفروض خلال فتره الفراغ التشريعي دي اللي هي الثلاث شهور دول لحد ما اللائحه تتطبق، كان المفروض ان احنا بنطبق اللائحه القائمه الموجوده اللي هي كانت معموله ايام الكابتن طاهر ابو زيد، ده كان الطبيعي. نعم. وما كناش هنسير مشاكل ولا هنعمل ولا اي حد هيسير مشكله، لان كان النصاب اللي فيها نصاب معقول. اللجنه الاولمبيه جت وضعت نصاب 12500، وبرده حقف في دي، لان دي يعني يا جماعه ما هو احنا لازم يبقى عندنا ازدواجيه في المعايير. المعيار اللي حضرتك تحكم بيه في النادي الاهلي يحكم بيه في اي نادي تاني. حضرتك لما رحت تعمل في نادي هيلوبلس، ودي جوابات رسميه، رحت حضرتك اعتمدت على نسبه من عدد الاعضاء المسددين للاشتراك. لما جيت في النادي الاهلي اعتمدت على عدد الاعضاء العاملين كله، ودي حاجه في قصه في غايه الخطوره. يعني ايه؟ يعني انا في النادي الاهلي عندي 160000 عضو، مش كلهم دافعين الاشتراك. مثلا دافع الاشتراك 100000، انت عايز منهم 8%، يبقى ده كان النصاب بتاعي هيبقى 8000 من الناس المشدد، من المسدد. نعم. ده اتعمل في نادي هيلوبلس ونزلوا النصاب، وكان في خطاب رسمي من المديريه نادي هيلوبلس، وعرضناه هنا. انا بقول لحضرتك الاستاذ طلال خبير اللوائح، استاذ طلال استاذنا كلنا طبعا، كان جاب هذا الجواب وعرضناه على الشاشه للساده، وكان يعني باين فيه مخاطبات والايام. كويس. نعم. يعني اذا هذه قضيه النصاب. نعم. كويس. ورغم ذلك النادي الاهلي التزم بهذا النصاب. التزم بيه ليه؟ لانه نص في القانون. القانون دلوقتي احنا مش هنقدر نعدل فيه لانه بيحتاج يعني برلمان، ده قصه اخرى. وبالتالي لابد ان تلتزم، طالما القانون ادى هذه الصلاحيه للجنه الاولمبيه النادي الاهلي التزم بهذا النص. طب دكتور وليد، برضه في حاجه بتاتي في الاذهان. معالي وزير الرياضه صرح من قبل انعقاد الجمعيه العموميه ان هو اصلا لا شان له بهذا الشان، وقصه قصه اللجنه الاولمبيه المصريه. المفروض. طيب، وفي العديد من وسائل الاعلام كان في تصريحات على لسانه بان الجمعيه العموميه النادي الاهلي في حاله اقامتها على يومين هتبقى باطله. طب كيف؟ انا اعتقد ان رايه هنا مش كوزير، يعني ممكن يكون كرايه كمهتم بالشان الرياضي، انما هو كوزير ليس له دخل بالموضوع. هو نفسه قال كده في النهايه، يعني يكون انه قال ده في البدايه، ده حاجه. انا ليا يعني الاعمال بالخواتيم، يعني اخر تصريح ليه دكتور، يعني دكتور اللي قفل فيه الموضوع قال ايه؟ أنا راجل، قال انا مش طرف. بس انا يعني انا راجل مسؤول، ومسؤول في مكان له حيثياته خاصة بهذا الشأن. كويس. فلما اطلع اقول من قبل انعقاد الجمعية العمومية، من الاول انا ليس لي شأن.
ده يعني طبيعي ان هم له شأن النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه او باقي الانديه واللجنه الاولمبيه يمشوا امورهم مع بعض كويس. وبعدين ارجع بعد كده اصرح تصريحات على لساني وانا مش شخص عادي، ما عشان كده احنا بنقول معالي الوزير ما بنقولش انا بص يا استاذ الصفه فندم بتدي برضو للمشاهد. انا فاهم قصد حضرتك يعني، بس انا مش عايز موضوعنا ينصب على موقف معالي الوزير، يعني موقفه طبعا هو يسال فيه، انما هو يعني اذا كان الموقف حدث بهذا الشكل اللي حضرتك بتقول عليه طبعا يبقى هناك خطا، لكن انا شايف انه استدرك هذا الخطا لما صرح في النهايه انه ليس طرفا في المشكله. انا باكد على انه ليس طرفا في المشكله عشان اكد منه ان الاهلي ليس في نزاع مع الدوله، عشان بس نستبعد النقطه دي. خلصنا من النقطه دي، هنيجي للنقطه الثانيه اللي الناس بتثيرها او فيها مشاكل، قانونيه الجمعيه، ان الاهلي فاهم نفسه انه فوق القانون والاهلي بيعمل فوق القانون وكلام زي كده. جميل، ليه؟ عشان النادي الاهلي عمل الجمعيه في مقرين على يومين. طب نتكلم الاول في موضوع المقرين. حضرتك لا يرد بند في الـ في الـ في القانون يقول انك لازم تعملها في المقر الرئيسي، هذا الاجتماع الخاص، مفيش حاجه جت بتقول كده. اللي هو مقر النادي الاهلي في الجزيره. الحقيقه مجلس الاداره اخطا، ولكنه خطا بروتوكولي، يعني مش خطا قانوني، اللي هو ايه؟ انا كعضو نادي اهلي بفترض ان دواعي المقاومه كانت تقتضي ان اليوم الاول يبقى في مقر الجزيرة على اعتبار ان هو المقر الاقدم والتاريخي والاصل والبيت الكبير يعني. انما في الاخر هذا ليس خطأ قانوني. ممكن حاجة تكون عدت على الناس، وارد ان ممكن اي خطأ يحصل في حاجة زي كده، انما هو خطأ قانوني؟ لا مش خطأ قانوني، لان مقر مدينة نصر في قرار اشهاره هو مقر وليس فرع، وفي مخاطبات رسمية بهذا الشأن، وفي مخاطبات رسمية بهذا الشأن. فموضوع المقرين ده مش عايزين نتكلم فيه لان ده ما فيهوش خطأ. طب هنيجي على موضوع يومين. كويس، موضوع النعم الجمعية عمومية على يومين، خلينا نتفق كده من البداية ان هو موضوع قانوني، وانا حسبت لحضرتك دلوقتي بمنتهى البساطة ان هو موضوع قانوني بحت. يعني نادي الزمالك في لائحته مادة رقم 15 قال نصا التصويت على يومين، ده بيعمل انتخابات على يومين، من 9 صباحا الى 10 مساء دون انتظار لاكتمال النصاب. يعني ده عمل اهو اللائحة بتاعته على يومين فيها انتخابات من 9 الصبح ل 10 الصبح ومن غير نصاب ما يكتمل. نادي الزمالك في لائحته ادى حق للاعضاء انهم يعملوا توكيلات لبعض يدوا صوتهم، يعني لو واحد مسافر او عيان يعمل توكيل في الشهر العقاري يقول انا عايز انتخب فلان وفلان وفلان، يخش عضو ثاني ينتخب بيه في صوته. جميل؟ على فكره انا ما بقولش ده عشان اقول الزمالك غلط، لا ده الزمالك صح. الزمالك اشتغل قانوني، اللي عامل اللائحه دي واحد مستشار اسمه مرتضى منصور، الناس فاهمه هو ايه في القانون، فعمل هذه اللائحه. يعني هو راجل كويس عارف هو بيتحرك ازاي او بيتصرف ازاي، ده رقم واحد. رقم اتنين ما بقولش ده عشان اقول اشمعنى، لان الاهلي اكبر من نقول اشمعنى، لان اللجنه الاولمبيه اقرت هذه اللائحه بتاعت نادي الزمالك، معنى اقرارها ان هذه اللائحه بتاعت نادي الزمالك لا تخالف القانون، متفقه مع القانون. نعم. الله، طب لما هو القانون فيه يومين انت عامل الضجه دي كلها على ايه؟ يعني طالما انك انت اقريت ونشرت لائحه نادي الزمالك في الجريده الرسميه، يعني اصبحت لائحه نافذه وموجوده فنشرت في الجريده الرسميه، يبقى انت كلجنه اولمبيه معترض مع الاهلي على ايه اذا كنت اقريت موضوع اليومين؟ طبعا في بعض الاخوه اللي يعني اللي هو بيجتهدوا في القانون شويه فيجي يقول لك ايه، الزمالك صح لان هو عمل الاجتماع الخاص على يوم واحد بس دي لائحته يعمل فيها اللي هو عايزه. فانا برد عليهم بس عشان ما يبقاش الكلام كده، في قاعده قانونيه مهمه جدا يقول لا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى، يعني اللائحه بتاعت حضرتك اللي انت بتعملها ما ينفعش تخالف القانون ابدا. فحضرتك معنى ان نادي الزمالك حط هذا البند في لائحته ان هذا البند يتفق مع صحيح القانون، يعني اذا هو يا جماعه متاح. طب انت كلجنه اولمبيه، سؤال مهم بس دكتور وليد، اتفضل. وهل خالف النادي الاهلي باقامته الجمعيات العموميه على يومين القانون؟ يا فندم انا بقول لحضرتك ده انا دللت لك بمثال اخر. النادي الاهلي من الاول مين اللي خالف؟ النادي الاهلي استشار اكبر قانونيين في بقول لحضرتك في الشرق الاوسط، خالف جمعيته ايه عشان عمل على يومين؟ هذا كلام ده عبث، الناس اللي بتقول هذا الكلام فعلا مش فاهمه معناه. يعني تطلع تقول انا بكلم حضرتك اهو في ايدي قانون وفي ايدي لائحه، لما حضرتك تيجي تقول لي، هسالك سؤال دلوقتي يا استاذ محمد، انت في الشارع ورحت ركنت عربيتك جنب رصيف، مفيش يافطه ممنوع الوقوف، مفيش سنو باركينج، مش محطوطه اليافطه دي، مفيش اي حاجه بتشتغل، حضرتك صح ولا غلط؟ انا صح. حضرتك صح، امتى حضرتك تبقى غلط؟ لو في لما في يافطه بترشد وانا قلت الاصل في القانون الاباحه، اي قانون في الدنيا طالما لم يصدر نص يحرم او يمنع يبقى الوضع. يعني حضرتك تقصد ان الجمعيه العموميه عشان ما تحطش في موضوع اجتماعا خاصا
وفي حالة إقامتها على يومين يكون مخالف للقانون بموجب كذا أو كذا أو كذا، إذن ساعتها كان يبقى الموضوع لا، عشان كنت حضرتك لازم تحط لي إجراءات انعقاد. أنت حطيت إجراءات انعقاد حضرتك ما حطيتهاش. ما حطيت خاصا ليه؟ وبعت لي جواب، حضرتك بعت لي جواب بتقول لي يا مجلس إدارة النادي الأهلي اعمل الاجتماع الخاص ده وفق الإجراءات اللي أنت شايفها أو وفق الإجراءات التالية. أنت خيرتني كمان يعني، حتى ده أنت جيت بعد كده بعت جوابات تانية كلجنة أولمبية. بس النادي الأهلي ما مشيش بالجوابات، أنت مش مندوب سامي قاعد بتمشيني النادي الأهلي، لا خالص. انت حضرتك اللي بيحكمني ويحكمك قانون، اذا هذا القانون في حاجه بتقول ان اللي انا عملته غلط يبقى حضرتك من حقك تعمل معايا اللي انت عايزه. كويس. طيب إنما رد الفعل دكتور وليد حينما جاء من السيد هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، قال ان الجمعيه باطله ولكن ما قالش انها مخالفه لانهي قانون. ما انا بقول لحضرتك اذا كان هو قال الماده الرابعه فقط. اذا كان الاهلاويه ممكن يقبلوا ان واحد بيقول لهم ده غلط عشان انا بعت لكم جواب وانتم ما نفذتوهوش، يبقى خساره النادي الاهلي، يبقى كلنا هانت علينا كرامه النادي الاهلي والله. لان حضرتك بقول لحضرتك لسنا فوق القانون ولسنا ضد الدوله، لكن في نفس الوقت لن نتنازل عن حق من حقوق النادي الاهلي. ده يعني الذي يعني يتوهم ان المشكله انتهت عند هذا الحد وان النادي الاهلي هيرضخ على كده، ده واهم. انا بقول لحضرتك ده واهم لانه مش عارف يعني ايه اعضاء النادي الاهلي. انا طبعا مجلس الاداره له معركته ياخدها براحته، ماليش دعوه. اعضاء الجمعيه العموميه ابتدت من الامس ولسه اللي جاي يعني بلاغات في للنائب العام. بص حضرتك بقول لحضرتك ولسه اللي جاي يعني اعضاء النادي الاهلي، احنا مش هنصمت على احتقار اراده 15,000 واحد نزلوا وسبب بيوتهم وراحوا في عز الحر عشان يدلوا باصواتهم ويقولوا رايهم في اللائحه. النهارده حضرتك بتهدر هذه الاراده. النهارده الشعور العام، انا برضو من ضمن الحاجات اللي بقراها ان الناس يعني في النادي الاهلي محبطه ومجلس الاداره دخلنا، بشوف الكلام ده بقراه على صفحات الميديا وبتاع، هذا الكلام غير صحيح بالمره. اعضاء النادي الاهلي مصرين على استكمال معركتهم، وعلى لساني اذا مجلس الاداره الموجود حاليا تراجع في هذه المعركه، انا بقول لحضرتك انا واحد من الناس وكثيرين مثلي سنكون اول من نقف ضده. انا هقف ضد هذا المجلس لو تراجع في هذه المعركه وما دافعش عن حق الاهلي لغايه اخر لحظه. انا بقول لحضرتك كلنا خاصه ان حضرتك شايف ان موقف الاهلي قانوني بيعمل ماله. هو ده اللي بيخليك تبقى وده اللي بيخليني اساند هذا المجلس. نعم. وده اللي بيخليني اساند القضيه. انا راجل الحمد لله خدت عهد على نفسي والله لا انطق الا الحق، يعجب اللي قدامي ما يعجبوش هو حر، لكن في الاخر بقول لحضرتك دي قناعاتي. قناعاتي كمان مش يعني وفق احساس شخصي او وفق هوا عشان انا اهلاوي، لا هي وفق نصوص قانونيه. انا بقول انا صح عشان كذا، حضرتك بتقول لي انت غلط فلازم تقول لي انت غلط عشان كذا. لما تيجي تقول لي انت عندك مخالفه 1000 جنيه، انت ماشي في شقه وقفك امين شرطه وقال لك عندك مخالفه 1000 جنيه، اول سؤال هتساله ايه؟ حضرتك النص اللي بيقول ان المخالفه دي 1000 جنيه؟ ما هو ده طبيعي، ادونا نص قانوني بيقول كده واحنا نحترم هذا الكلام. طب دكتور وليد لماذا من الاول يعني انا هاخد الموضوع منذ بداياته. انا اصدرت قانون واصدرت لائحه. كويس. وفي هذه اللائحه نص لانعقاد جمعيه عموميه خاص. اجتماع لماذا خاص. اجتماع خاص. لماذا لم اوضح نصابه واجراءاته؟ ولماذا لم اوضح في حاله مخالفه هذا النصاب او هذه الاجراءات بيبقى الموضوع كذا او بنود كذا وكذا وكذا من الاول ليه؟ يا فندم اولا من الاساس ان تضع اللجنه الاولمبيه نصاب هذا خطا. النادي الاهلي النهارده لو انا بقول كلام على مسؤوليتي انا مسؤول عنه بقوله على الهوا، اذا النادي الاهلي النهارده راح المحكمه الرياضيه الدوليه وترجم، بس مش هقول لك القضيه دي كلها ولا يومين ولا مقر ولا الكلام ده، هيترجم بس الماده اللي بتقول ان اللجنه الاولمبيه تضع نصاب، والله هذه الماده كفيله بايقاف اللجنه الاولمبيه المصريه. الناس اللي بتتكلم في النفق المظلم، اللي هيدخل النفق المظلم اللجنه الاولمبيه وقد تدفع الرياضه في مصر ثمن ده، مش النادي الاهلي، النادي الاهلي موقفه سليم. حضرتك مش احنا في ماده في الدستور عندنا حضرتك الماده 84 الدستور هو من الدستور يعني ياتي بالقوانين ينظم القانون. نعم. المنازعات الرياضيه وفقا للمعايير الدوليه. خلاص في منازعات المعايير الدوليه دي بتقول ايه؟ بتقول حضرتك ان هناك استقلاليه للهيئات الرياضيه، ان النادي حر يضع النصاب بتاعه زي ما هو عايز. ما فيش حد يفرض عليك نصاب، لكن رغم ده عشان الناس اللي بتقول الاهلي بيعاند، الاهلي بيعاند في ايه؟ ده احنا انتوا بتعكوا يا جماعه؟ طب احنا هنعك معاكم ماشي ونعدي العكه دي عشان خاطر ده الاهلي عمل كده. انما انت مطلوب كمان بعد ما انا وافق لك على هذا النصاب ووافق ان تمارس سلطه مش سلطتك، ووافق على ان انا الموضوع يمشي عشان يعني المركب كلنا تمشي بينا عشان مرحله انتقاليه، انت كمان بتفرض عليا لازم اعمل كذا، لا اعمل عليهم واحد.
لا اعملها على مش عارف ايه اعملها ايه ده. طب إيه دكتور ده؟ وليد اللي باين صراحه لكل هقول لحضرتك مش هقول للنخب لرجل الشارع العادي ان في يعني في عدم دراسه للائحه الاسترشاديه منذ البدايه في عدم دراسه للتوابع في عدم دراسه للعديد من ردود الافعال لبعض القرارات اللي اتخذت من اللجنه الاولمبيه. فده في مصلحه ايه؟ طب ما احنا المصلحه الاولانيه ان انا عايز ارتقي مستوى الرياضه. لا بص حضرتك هو راجل الشارع ليه الصوره اللي بتتصدر له؟ يعني في اعلام بيعمل دائما على تشويه النادي الاهلي، بيعمل دائما على ان انك تنتظر. انا هقولها معلش هو بعض وسائل الاعلام مش كل وسائل الاعلام. انا بقول في اعلام انا ما قلتش ان كل الاعلام لا لا في اعلام ما قلتش ان كل الاعلام انا الفاظي ما تخافش ببقى عارفها كويس. في بعض الوسائل الاعلاميه بتصدر هذه الصوره لرجل الشارع اللي هو بيستقي منها يعني مصدره ايه؟ مصدره وسائل الاعلام. وبالتالي انت بتصدر له صوره ان الاهلي دخل في خناقه، ان الاهلي اخطا قانونا، الاهلي ضد الدوله، لا انت عمال في ودانه بتردد هذا الكلام كله. انما اتكلم مع اي حد وقول له طب الاهلي ليه ضد الدوله؟ مين الدوله؟ هل اللجنه الاولمبيه دوله؟ الاهلي مش طب الاهلي في المعركه دي هو بيدافع عن حقه ولا لا؟ بيدافع عن حقه. طب نادي الزمالك اللي خد حقه ده كويس؟ يعني اللي خد هذا الحق وقال انا انتخابات مش جمعيه عموميه للتصويت على لائحه، انتخابات حضرتك عارف يعني انتخابات؟ ده احنا استفتاء على لائحه والدنيا اتعمل هليله، السنه دي باتت فين والتزوير والاصوات اللي اتضافت وكلام في منطلق بعيد تماما عن كل اخلاقيات النادي الاهلي. بس انا هقول لحضرتك حاجه برضو اتفضل. بالنسبه للرجل الشارع العادي لما اشوف 45 قاضي واسترجع المشاهد الديمقراطيه السياسيه اللي انا عشتها في الفتره اللي فاتت في الفتره الجديده ما بعد 2011 موضوع الاشراف القضائي 45 قاضي انا مطمن ان الموضوع شكله قانون لان لو هو مش قانوني ما كانش الناس دي جت. ما هو ده حضرتك لو انا بصور لك كل حاجه على الطبيعه اللي كان بيغطي طول اليوم قناه الاهلي ان هناك بعض الوسائل بتتعمد اصور حته فاضيه اصور قاضي قام يصلي اصور يعني بص يا بيه يعني الميديا انت تقدر تظهر الصوره اللي انت عايز تظهرها في الاخر في النهايه فالناس بيوصلها. الناس عندها حاله من التشويش، هو بيسمع من حضرتك كلام وبيسمع من غيرك كلام مختلف او كلام اخر، هو مش عارف الحقيقه فين. اللي يحكم الموضوع في الاخر في النهايه لا انا ولا حضرتك ولا اي حد خالص القانون. احنا دلوقتي امام تفسيرين مختلفين للقانون مظبوط. مين اللي يحكم في هذين التفسيرين؟ والله لو النادي الاهلي غلط واللجنه الاولمبيه سليمه وقرارها سليم احنا اول ناس هنلتزم ونضرب لها تعظيم سلام. انما حضرتك لو ان النادي الاهلي صح وهناك جهه محايده حكمت ان موقف النادي الاهلي صح يبقى في ناس كتير جدا لازم تعتذر لمجلس الاداره او تعتذر انها ما خاضتش هذه المعركه او ما ساندتش النادي الاهلي في المعركه. ما هو انت حضرتك النهارده خلي حد جهه محايده، احنا لسه لغايه دلوقتي ما احناش عارفين مين الجهه اللي المفروض تحكم لان القانون بيقول انه مركز التسويه. طب مركز التسويه ده لغايه اللحظه دي لم يوضع ليه قواعد ولا اجراءات ولا كلام زي كده يعني مفيش كينونه. النادي الاهلي ممكن من حقه على فكره وفقا للدستور المصري المعايير الدوليه أن يلجأ مباشرة للمحكمة الرياضية الدولية. ده حقك. هو فندم كان في برضه تصريحات عن لسان رئيس اللجنة الأولمبية أن القضاء الإداري لا يحكم في هذه القضايا. القضاء الإداري فعلا لا يحكم في هذه المنازعة بين النادي الأهلي واللجنة الأولمبية وفقا للقانون الجديد، ده كلام سليم. نعم. لكن القضاء الإداري يستطيع أن يحكم لأعضاء الجمعية العمومية اللي هم رايحين له الأسبوع ده، يعني إن شاء الله الأسبوع ده هو نازل. هو هي هم يعني بدأوا يعني بالفعل يعني أنا حضرتك بدأوا الذهاب يعني أنا منذ يعني أمس وفي بلاغات في النائب العام. أنا حضرتك وأنا جاي في الطريق كنت كاتب على الصفحة إن عندي حلقة النهاردة وكده لقيت حد بيكلمني المستشار أحمد حرحش. الراجل قال لي انا متطوع، الراجل اللي بيقول انا اهلاوي انا جمهور انا مش عضو في النادي الاهلي بس انا متطوع ان اعمل قضيه لاعضاء النادي الاهلي، انا مش عايز اتعب من اي حد، انا بحارب القضيه دي عشان ده حق النادي الاهلي. والراجل يعني الناس اللي عايز تعمل له توكيلات هو جاهز يعني. وهو راجل قانون وبرضه هاخد من هذا هو يعني من هذا اكبر التصريح. المحامين انا هاخد من هذا التصريح اتفضل. النادي الاهلي في الفتره الماضيه لم يرد الا بالقوانين ولكن الجانب الاخر لم يرد بقوانين، ما هو قال لك اللائحه باطله فقط او لن اعتمدها فقط. يا فندم ما هو ده الامر المثير للدهشه ان حد بيقول لك انت غلطت، طب انا غلطت ليه؟ ما بتقوليش، لا انت غلطت. طب ايه النصوص القانونيه؟ لا الاهلي غلط، اصل هي قصه مش صوت عالي. يعني سيبك من الناس اللي هي محترفي الصوت العالي، انت غلطت ليه؟ اللي يقول غلطت ليه؟ يقول من القانون يقول لك عشان القانون قال انه يعملها على يوم واحد، طب فين القانون اللي بيقول على يوم واحد؟ طلع انا طلعت من القانون اهو بقول ان مفيش يوم واحد ولا يومين. انا بقول لحضرتك من القانون اهو ان نادي الزمالك مره ثالثه
سيعقد انتخاباته على يومين انتخابات. كويس، يعني معنى هذا الكلام ان هذه اللائحه متفقه مع القانون، والا ما ينفعش اللجنه الاولمبيه ما تقرها وهي مخالفه للقانون. حضرتك بص، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، يعني المشكله الاساسيه ان القانون اتعمل على عجل وفي عوار. يعني النهارده اللجنه الاولمبيه مواجهه مشكله جديده النهارده مع نادي الصيد. حضرتك سمعت عن مشكله نادي الصيد؟ نادي الصيد النهارده وموقفه القانوني بالمناسبه سليم بنسبه 100%. نادي الصيد دعا عشان اللائحه بتاعته الناس تيجي ما اكتملش النصاب، فاللجنه الاولمبيه اعتمدت اللائحه الاسترشاديه. نادي الصيد عمل ايه النهارده؟ برضه استغل نصوص القانون، عمل اعلان لجمعيه عموميه غير عاديه لتعديل نظامه الاساسي. طلع اللجنه الاولمبيه قالت له لا، ما انت مش من حقك تعمل ده، الكلام ده بعد كده تبقى تعمله قدام. هو انت قلت في القانون اعمله قدام ولا اعمله دلوقتي؟ مفيش اي بند، انت ما قلتش. ونادي الصيد هيكسب قضيته لو دخل في نزاع مع اللجنه الاولمبيه، هيكسب هذا النزاع. هي قصه هنحاول نمشيها دراع مش قانون. يا دكتور وليد، طب انا معلش يعني انا حاسس ان في عك من جهه الاصدار. الحقيقه طبعا في عك، يعني حاسس من يعني اللجنه الاولمبيه المصريه ده حقيقي لما بتصدر قوانين في مشكله في الشؤون القانونيه هناك. انا مش عايز برضو لا مش هم اللي عمل القانون، اللي عمل القانون البرلمان. ما هو كويس لما انا لما اجيب ماشي اتعمل بسرعه البرلمان اتعمل القانون في عجاله، الم يكن من الافضل؟ ما انا برضو يا فندم موضوع الاداره ده مش اي حد سهل يبقى مدير او يبقى قائد او يدير منظومه، خاصه دي الرياضه المصريه. وانا برضو هرجع تاني عشان الحته دي اللي بحب ابسطها لرجل الشارع العادي، ان انا كلجنه اولمبيه انا كل التارجت بتاعي او كل مهمتي ان انا ارتقي بالمنافسة الرياضه المصريه. طب في دورها محدد يعني هو ده محدد دور اللجنه الاولمبيه محدد يا استاذ محمد. ما يحدث عندنا في مصر هو يعني نوع صريح من انواع العك. حضرتك انا عايز دوله واحده في العالم يطلع اي حد من اللجنه الاولمبيه يقول لي على دوله واحده في العالم الانديه فيها تتبع للجنه الاولمبيه، دوله واحده يا جماعه. مفيش العك ده، مش موجود بره حضرتك، مفيش الكلام ده. اللي بيحصل في مصر نوع من انواع العبث. لكن انت بتقول عشان المركب تمشي اوكي، يعني خلينا نمشي بيها شويه شويه وقدام نعدل قدام نصلح، انما انت كمان بتصر وبتتربص وبتتشبث برايك، يعني اي منطق وانت على خطا. يعني حضرتك يعني مش حضرتك انت على صواب. ما بقول لحضرتك انت بتدي نفسك صلاحيات. يعني الناس اللي راحت عملت بلاغ في النائب العام امبارح اعضاء النادي، ايه اللي قالوه في البلاغ؟ قال لك ده راجل بيتعسف في استخدام السلطه. انت في سلطه القانون اديها لك انت بتتعسف فيها، انت بتدي نفسك سلطات زياده، وانك انت تسببت في هذا. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان انا دلوقتي معايا سلطه، وفي نفس الوقت وارد ان القانون اتعمل على عجاله وفي بعض النقاط. انا ليه ما جابش مجلس من الحكماء القانونيون والناس ليها خبره كبيره، وكان في رئيس لجنه اولمبيه اسبق وفي ناس ليها باع في هذه القوانين، واجيب النخب اللي هي النادي الاهلي، النادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، الناس اللي هي فعلا بتمدني مع كل الاحترام النادي الانديه اللي فعلا بتديني اعمده الرئيسيه لفرق ومنتخبات القوميه. مظبوط. واشرع واطلع قوانين ولوائح في الاخر بتفيد وتسهل العمليه الديمقراطيه في مصر، وفي نفس الوقت ما يبقاش كل هذا اللغط موجود. ليه ما حصلش ده؟ ما هو يعني اذا كان ده ما حصلش في الاول، وان حضرتك اصدرت قانون ولم تستمع للمستفيدين او المنتفعين من هذا القانون في البدايه، قدامك فرصه دلوقتي تصحح ده. بمعنى ايه؟ الدوله لو جايه النهارده عايزه تنظم التوك توك في مصر هتجيب سواقين توك توك تسمعهم، يعني الاول قبل اي حاجه خالص. انت حضرتك عملت قانون رياضه لم تستمع لوجهات نظر الانديه، يعني هل حضرتك تتصور ان نادي زي الاهلي بثقله التاريخي والجماهيري يعني وبطولاته يعني كل ده انت ما تجيش تسمع رايه؟ طب ما سمعتش رايه. اوكي، احنا دلوقتي امام مشكله اهو. في ايدك انك تحل المشكله. ايه حل المشكله ويحلها ازاي؟ انا اعتقد ان ده اجتهاد شخصي عشان ده مش ليست معلومه يعني. اللي انا عارفه او بعتقده ان النادي الاهلي كمجلس اداره هيلجا الاول قبل المحكمه الرياضيه الدوليه، هيلجا للجنه فض المنازعات في اللجنه الاولمبيه. اذا كانت اللجنه الاولمبيه جاده في انها تحل هذا الامر، تجيب لجنه محايده فعلا من قانونيين. ما يا فندم برضه ما ينفعش تجيب لجنه من يعني ما هو في اللائحه اللي هم حاطينها ان انا عندي مشكله مع اللجنه الاولمبيه اروح احكم. لا ده في مركز التسويه حضرتك. ما هو ده من ضمن المضحكات. من ضمن المضحكات ان انا عايز اروح النهارده اروح اشتكي هشام حطب. اشتكي لهشام حطب بالظبط، الاستاذ هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، الاستاذ هشام حطب مدير مركز التسويه. لكن احنا مش رايحين مركز تسويه، لان مركز التسويه لسه للحظه دي
لم يوضع ليه اي اختصاص، يعني ملوش قواعد، يعني انت ما تعرفش هتطعن ازاي، اليه الطعن ايه، المده قد ايه المسموح لك، يعني ما فيش قواعد لسه اتحطت. كويس. وده مش مثير، وده مثير للدهشه جدا، التعجب، وبيبين لنا قد ايه اللوائح عندنا محطوطه صح. اه يعني انت عايز النهارده بتقول للناس، طب انا يا جماعه عايز اتظلم منكم النهارده، هروح لمين؟ يعني قولوا لنا نروح لمين، اتكلم مع مين، بس نعرف مين اللي اه يعني نتكلم مع مين. انت كنادي اهلي النهارده عايز طب تتظلم من هذا اللي حصل ده، ماشي اللي حصل ده هنعتبر انه قرار والناس درست وعمل، طب عايز اتظلم منه نروح لمين؟ طيب النادي الاهلي مجلس اداره اعتقد انه يروح لجنه فض المنازعات. انا لو اللجنه الاولمبيه عايز حلو، وهذه نصيحه والله مخلصه للمهندس هشام حطب، حل الموضوع في فض المنازعات بلجنه محايده، لان هذا الموضوع لو تم تصعيده للمحكمه الرياضيه الدوليه، ومش انا اللي بقوله على فكره، ده مش يعني ده ياخده تهديد شخصي، لا لا خالص، ده الميثاق الاولمبي اللي بيقول، الميثاق الاولمبي اهو، يجوز للمجلس التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه اتخاذ اي قرارات مناسبه لحمايه الحركه الاولمبيه في اي دوله، بما في ذلك تعليق او سحب الاعتراف باللجنه الاولمبيه. جميل. اذا تسبب الدستور او القانون او غير ذلك من اللوائح او اي تصرف لاي جهه حكوميه في اعاقه رايها. يعني حضرتك اذا رحنا اللجنه الاولمبيه الدوليه، رحنا المحكمه الرياضيه الدوليه الصبح وقلنا في المحكمه الرياضيه دي يا جماعه اللجنه الاولمبيه جت حطت لنا نصاب وقالوا تعملوا الجمعيه العموميه على هذا النصاب، واعملوا الجمعيه العموميه لا اعملوها على يوم واحد مش يومين، وفي 15000 جم. والله هذا الكلام دي قصه يعني ده يتحكم فيها، هي مساله وقت، انما الاهلي صاحب حق، واعتقد انه لازم يسعى وراه للاخر، ما ينفعش ان هو يسيبه. وانا قلت لحضرتك وبكرر، اذا هذا المجلس تراخى في الدفاع عن هذا الحق او تراجع او تخاذل باي صوره من الصور، ستكون الجمعيه العموميه ضده بلا جدال. يا فندم ازاي اتراخى في حق وانا موقفي القانوني سليم؟ يعني انا اللي بتكلم في ناس حضرتك دلوقتي ايه بتضغط في الحته دي، يعني يا جماعه ليه بقى الموضوع لحد كده وكفايه، وما كانش لازم الخناقه من الاول، وانتوا عملتوا حاجه باطله، وانتوا تحددتوا الدوله. هذا الكلام اللي بيتقال اللي بيتردد ده، الهدف منه هو يعني انك تكسر عزيمه هذا المجلس. كويس. لتحقيق هدف في النهايه، كسر هيبه الاهلي، ان الاهلي رضخ وعمل لائحه الاسترشاديه ومش لائحه الاسترشاديه. وعلى فكره كلامي اللي بقوله او الاجراءات اللي بقولها، عشان برضو دي نقطه ونقطه مهمه جدا لازم نسيرها، في ناس كتيره جدا بتثير موضوع او بتثير امر ان مجلس الاداره عمل القصه دي من البدايه لارجاء الانتخابات ويخلق وضع قانوني فيه مشاكل. بس اسال حضرتك في هذا الموضوع، يعني هذا الشان، هل كل هذا اللغط له علاقه اصلا بالانتخابات؟ تعال بقى نتكلم في الجزئيه دي كده، عشان برضه الناس تبقى فاهمه الموضوع من البدايه. اولا رقم واحد، خلينا نؤكد على حاجه مهمه جدا برضه في ضوء معرفتي باشخاص مجلس الاداره، وهذه ليست معلومه ولا ما اتحدث مع احد، انا واثق تمام الثقه انهم هيلتزموا بموعد الانتخابات، وهيفتحوا باب الترشيح في ميعاده، والانتخابات هتجرى في ميعادها. ليه؟ لان دلوقتي ده بقى قانون. هنا بقى يعني المجلس لا يستطيع ان يفعل كده، لان مجلس النادي الاهلي مجلس محترم ويحترم القانون ويحترم الدوله. كويس. اعتقد يا فندم طيب. برضو اضافه يعني صغيره، اتفضل. اللي احترم ان مفيش ماده او بند داخل لائحته الخاصه يبقى فيها اقصاء، هيحترم طبعاً. كل الحاجات التانيه طبعا. فانا بقول لحضرتك بس عشان نطمن الناس الاول، الناس اللي بتتكلم في كده، اللي بتقول ان ده معمول عشان ارجاء الانتخابات ونقعد سنه وسنتين ويفضلوا قاعدين وبتاع، هذا الكلام عاري تماما من الصحه. واذا حدث، انا برضو بقول كده كلام وانا مسؤول عنه، اذا حدث ده وانا واثق انه لن يحدث لان هذا المجلس محترم، اذا حصل ده ساكون اول واحد اقف في الجمعيه العموميه ضد هذا المجلس وضد هذا الامر. النادي الاهلي نادي محترم، الناس بتحترم بعض وبتحترم القانون، والمجلس حريص على ده وهيستمر. هتيجي المشكله بقى، معلش خليني بس عشان في حته قانونيه لازم سريعا عشان ايه قبل ما نختم. هتيجي المشكله، هو لما يفتح باب الترشيح هيفتحه على لائحته ولا هيفتحوا على اللائحه الاسترشاديه؟ هنا بقى المشكله اللي حصلت. لا، النهارده قانونا النادي الاهلي لغايه تاريخ فتح باب الترشيح، اذا ما خدش قرار او ما جالوش قرار باقرار لائحته، هيبقى القانون لازم يفتح على اللائحه الاسترشاديه. ما فيش اي مشكله يفتح على اللائحه الاسترشاديه، كل الفرق انه هيعمل انتخابات على 12 كرسي بدل 9 كراسي. اذا اقرت لائحه النادي الاهلي بعد ذلك، خلاص الانتخابات تمت على اللائحه الاسترشاديه، تصبح لائحه الاهلي سليمه او يتم اقرارها من بعد الانتخابات، قصه ما فيهاش اي مشكله خالص وممكن تحصل. بس انت حضرتك شايف ان ملخص هذا الكلام، النادي اللجنه الاولمبيه عليها ان تلجا لجهه حياديه في هذا الامر للحل او البت في هذا الامر، ده من جهه اللجنه الاولمبيه المصريه. وان النادي الاهلي
عليه الماضي قدما في حل هذه القضية أو هذا الأمر قانونيا، وأن في النهاية وارد أن يذهب إلى التحكيم الدولي. بلا جدال الأهلي بدأ مشوار هيستكمله. الناس اللي حاسة أو بتشيع أن الأهلي خسر معركة، هي ليست معركة أولا. ثانيا ده كان متوقع أن اللجنة الأولمبية في أول خطوة هترفض اللائحة، لأنها بقى لها شهر ونص بتقول بطلة، مش هتيجي النهاردة تقول سليمة يعني، فده متوقع. انما في فرصه لالتقاط الانفاس بالنسبه للجنه الاولمبيه كده، تاخد نفسها كده تستدرج وتفكر كده وتشوف ابعاد انها ترفض اقرار اللائحه دي. المهندس هشام عطب هيفهم كلامي، لانه راجل عارف يعني ايه ميثاق اولمبي، وعارف يعني ايه محكمه رياضيه دوليه فيها 20 قاضي مستقل بيحكم، وعارف يعني ايه كلام زي ده يصدر الى المحكمه الرياضيه الدوليه. وهو ليس استقواء بالخارج، وهو ليس شكوى النص، هو حق إليه. حضرتك بتسعى اليه وفقا لاحترامك للدستور المصري وللقانون المصري الذي اباح لك ده وفقا للمعايير الدوليه. دكتور وليد، يعني في النهايه طبعا الوقت لم يسعفنا، كان في كلام اكتر من كده، ولكن ان شاء الله يبقى في حلقات اكتر ونوضح اكتر. ولكن اللي انا حسيته من حضرتك ان يعني فعلا حسيت ان موقف النادي الاهلي اقوى قانونيا من بعض اللغط اللي بيطلع في وسائل الاعلام دلوقتي، ان خلاص النادي الاهلي لبس، وان الموضوع كده ماشي في الطريق المظلم والنفق والحاجات، الكلام ده كله كلام بعيد تماما من الصحه. لا لا لا، اطمن الناس اطمن الناس، نفس الكلام اللي كان بيتقال ان الاهلي مش هياخد الدوري ولا الكاس. يعني النادي الاهلي لن يستطيع احد ان يكسر هيبته، النادي الاهلي لا يستطيع احد ان يدخله نفق مظلم، النادي الاهلي اللي بيقول النادي الاهلي ما يوعدش اشهاره ومش عارف ايه الكلام الهزار، احنا بنعتبره ده يعني على سبيل الفكاهه، لان بيتكلم على نادي يعني اقدم من نص دول الامم المتحده، اقدم من اللجنه الاولمبيه نفسها يعني. بالمناسبه يعني قبل ما نختم، يعني اللجنه الاولمبيه المصريه لحد دلوقتي ما عملتش لائحتها، اللي هي عامله كل اللوائح دي على كل الانديه، وانما انا بقول لحضرتك لحد النهارده ما عملتش يعني تقريبا هيطبقوا لائحه الاسترشاديه حتى التحكيم اللي يعني نظام التحكيم ما تحطلوش اي حاجه ولا بنود ولا اي حاجه فيها بنود ولا لوائح ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه. دكتور وليد شرفتني ونورتني، والاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع طبعا، ان شاء الله ان شاء الله دايما. ده كان اخر حاجه في فقرتنا، لسه مستمرين مع حضراتكم في استاد الاهلي، وما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.